الوطني وين بتروح؟ بروح ان شاء الله واجهية الكورنيش للخبر في عروضات له حق الطيران كذا. هذه الاشياء اللي تجذبك يعني في اليوم الوطني؟ نعم هذه الاشياء اللي تجذبك في اليوم الوطني يعني ويوم اوف يصادف اوف حقنا بعد واجازة رسمية نستمتع مع العائلة. كنا في خبر حفمون العزيزية كنا في الدمام. ايش ابرز العروض اللي مثلا تستهويك مثلا يعني الطيران العاب النارية الطيران كل حاجة في الكورنيش يعني فيها فرحة يعني. فيها فرحة نعم أبو. والله في فعاليات في كل مكان الحمد لله ما شاء الله الفعاليات موجودة في كل مكان في المولات في الكورنيش. بس أغلبها بيكون كورنيش الخبر كورنيش الدمام والمولات. كورنيش الخبر الدمام. ما الفعاليات بس اللي موجودة ما. طيران. الألعاب النارية هي أكثر اللي أكثر اللي تجذبنا. عروض الطيران. عروض الطيران. إن شاء الله. الظاهر اللي في الخبر. في الخبر. إيه. وجهات كثيرة الواحد يقدر يروحها حسب رغبة يعني الأولاد اللي يبغون وكذا يا على البحر يا مجمعات يا غير يعني في محلات الألعاب. فعاليات متعودة مثلا تروح لها في اليوم الوطني يعني خاصة يعني مثلا تجي والله يمكن أغلبها اللي تكون ايش يسمونها حقت بالليل حقت الألعاب النارية. اليوم الوطني طبعا هو يعيد لنا ذكريات تاريخ جهود أجداد قامت وتعبت وانشأت لنا هذا الوطن. فاحنا طبعا يهمنا ان احنا نشارك فرحة البلد في المناسبة اي مكان احنا ما يفرق عندنا بصرف النظر عنه. المهم ان احنا نظهر شعور الفرحة. الاماكن اللي هي حقة الترفيه اللي هي الكورنيش مثلا او الاماكن الحدائق اللي هي موجودة فيها الاحتفالات. اكثر توجهنا الى مدينة الخبر والفعاليات المقامة هناك على كورنيش الخبر. راح تكون إن شاء الله مقسمة على 3 أيام أو 4 أيام على الوجهة البحرية في الخبر وعلى الوجهة البحرية في الدمام والمراكز التجارية اللي الآن كلهم مستعدين ومجهزين للفعالية.